وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد جواد بحسين عضو مجلس الشورى. أهلا بك في نشرة الثالثة، ونتحدث بأن مملكة البحرين كانت ولازالت حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان للعيش المشترك. هل نتحدث أكثر بخصوص ذلك؟ شكرا لإتاحة هذه الفرصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من دواعي السرور والاعتزاز أن أشارك اليوم في هذه الذكرى المباركة وأحتفل ب25 عاما من التميز والنجاح والمنجزات التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى ورؤية القيادة الحكيمة، تلك الرؤية الاستباقية والبصيرة الاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. أتحدث في الحقيقة عن تجربة فريدة من نوعها قامت بها مملكة البحرين في الحريات، في الحفاظ على الحريات، وبالأخص حرية الأديان ونشر ثقافة التسامح والسلام وتأصيل فقه العيش والتعايش السلمي المشترك. البحرين آمنت بالتنوع وأرست أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات. البحرين هي أكثر الدول استقرارا وتقدما وتحقيقا للتنمية الشاملة. البحرين لها أرث تاريخي عظيم وكبير في التسامح والتعايش الذي يميز شعب مملكة البحرين كركيزة أساسية في تقدمها وازدهارها. البحرين واحة للأمن والأمان والتسامح والتعايش الحضاري. البحرين هي النموذج الحضاري في الوحدة الوطنية والسلام بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقافات. البحرين هي النموذج الحضاري، هي التنوع الثقافي من مختلف الجنسيات والطوائف العديدة وميول وتجوهات وتوجهات وعقائد متنوعة، ذلك بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة التي تمثل البحرين النموذج الأمثل للتسامح الديني واحترام الأديان والمذاهب المتعددة. في ظل المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك المعظم والتي تدعو إلى الانفتاح على الآخر واحترام الديانات والمذاهب، ولا بد أن أشير إلى رعاية جلالته حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والصلاح خطاه، فهي البحرين من أوائل الدول في محيط الخليج التي فتحت الأبواب على مصراعيها لإحقاق حقوق اتباع الديانات الأخرى من غير المسلمين وفتح دور العبادة بكافة تنوعاتها من كنائس وغيرها، بل أنها وهبت الأراضي ليشيدوا أماكن خاصة بعباداتهم وممارسة طقوسهم المختلفة في جو من الاحترام والأمن المجتمعي تجمعهم جميعا بوتقة واحدة وهي المواطنة والانتماء الصادق للوطن. نعم، سعادة السيد جواد بحسين عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.